طيب اه لا ده مواجهه الغد هي مواجهه اكيد صعبه ايضا، زي ما كانت مواجهه 2001 صعبه جدا سواء في الكاس او في بطوله الدوري، بس اه الظروف حاليا دلوقتي مع منتخب السويس قادر بكره تعمل مباراه كبيره قدام النادي الاهلي، ظروف منتخب السويس تخليه يعمل مباراه محترمه قدام النادي الاهلي غدا ان شاء الله. لا ان شاء الله باذن الله هنعمل مباراه محترمه باذن الله تعالى. مفاتيح الاهلي كلها طبعا معروفه، النادي الاهلي كل ماتشاته مذيعه، اللعيبه عندها باك جراوند كبير جدا عن لعيبه نادي الاهلي. خدنا كذا مره محاضرات وتمرينات في الملعب ازاي نحد من خطوره لعيبه نادي الاهلي واسلوب نادي الاهلي وسرعه اداء نادي الاهلي في التحول من دفاع الهجوم او بدايه الهجمات. وبنستنى بقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى وحاله اللعيبه اثناء المباراه. دي مهمه جدا، احنا اعدادنا اعداد نفسي للعيبه، ان انت لعيب كوره جهدك وتعبك هو اللي هيؤدي لنتيجه طيبه ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي منتشي جدا، فوز بدوري ابطال افريقيا يعني يقترب من حسم الدوري الممتاز، الامور بالنسبه له معنويا ايجابيه جدا، وعلى مستوى التشكيله كمان اديك شايف اي لاعب بيشارك بيأدي بشكل كويس، حتى اللعيبه اللي ما بتشاركش بشكل اساسي كتير ماشيه بشكل كويس. انت بكره شايف ان الاهلي ممكن يلعب بفريق من اللاعبين اللي ما بيشاركوش اساسيين، فانت ممكن تبقى عندك فرصه، ولا شايف انه اي لاعب في الاهلي بكره ممكن يبقى مؤثر؟ والله انا وجهه نظري طبعا من متابعتي النادي الاهلي في كل مبارياته، ان اهم ما يميز الاهلي المستويات بين اللعيبه اللي بتلعب مباريات كتير واللعيبه اللي بتشارك بنسبه ضئيله، المسافه بينهم وبين بعض قليله جدا. صحيح صحيح. زائد ان هو عنده اداء جماعي، يعني هو بيعتمد على الجماعيه في الاداء، فمش هتفرق مين بيلعب. صحيح صحيح، بس اكيد في كام لاعب كده انت بتحط عينك عليهم وبتقول هم دول مفاتيح اللعب، او انت بتتفرج وبتتابع النادي الاهلي حتى لو قبل ما تعرف ان انت هتواجهه، بتقول هم دول المؤثرين في الاهلي او هم دول محور اداء الاهلي، مين من لاعبين النادي الاهلي اللي انت بتبقى شايفهم مؤثرين جدا في اللعب؟ في سرعات قدام واضحه جدا من بيرستا ومن حسين الشحات، الاثنين الروس حربه الاسترايكرز بتوع النادي الاهلي، محمد شريف او كهربه، مميزين في السرعات وبالذات الثلاثة أربعة متر الأولانيين، بيقطعوا كويس قوي، بيقدروا يحطوا المدافع في ظهرهم. لعيبة نص الملعب يعني المشكلة اللي هي ممكن تقابلنا أنا بكرة حرية الحركة عندهم، يعني ممكن تلاقي ثمانية دوم في نص الملعب بيعمل سيطرة، فجأة بتلاقيه راس حربة تاني، فجأة بتلاقيه داخل جناح ما بين الراس حربة والجناح، يعني في تحركات بتبقى هي دي اللي بتشكل خطوره وبتعمل لي القلق انا بالنسبه لي. بتتكلم على حمدي فتحي كسبيل المثال، على يعني حمدي فتحي طبعا. على مثل حمدي فتحي، وعلى كمان من الحاجات المميزه في الاهلي وبشيل هم المنافسين كمان طول الوقت وهو بيلعب قدام النادي الاهلي، موضوع الضغط العالي اللي بيعمله مارسيل كولر في كل المباريات، انت عايز خط دفاع تبقى اهم ما يميز نادي الاهلي ايه؟ ان هو عند فقد الكوره بيقدر يحصل عليها بسرعه. فبالتالي انت مطلوب منك ان انت اول ما بتستلم الكوره لازم الباصات تبقى عميقه لقدام عشان تخرج اكبر عدد من من لاعبي الاهلي اللي بيضغطوا وتخرجوا من بره اللعب. اي بطء في الاداء هتلاقي نادي الاهلي باستمرار في ال 30 يارده الاخرانيه عندك على طول. فانت مش بطء في الاداء، مفيش بقى الكلام ده بكره. ما ينفعش، هو على طول هتستلم وشك قدام، في ناس هيبقى محطات هتلعب عليها عشان تقدر تتحول بسرعه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. عظيم جدا. الناحيه الهجوميه بقى يا كابتن ميم، يعني انت انا فاهم ان انت اكيد يعني او يعني في الاغلب هتبقى عندك حرص دفاعي اكبر منه هجومي طبعا وانت بتواجه النادي الاهلي. شيء طبيعي. طبيعي مفهوم طبعا، بس الناحيه الهجوميه عندك عناصر سريعه، عندك عناصر بتشتغل على الهجمات المرتده. في لعيبه فيها سرعات طبعا، انا مش هقول اسامي طبعا. طبعا ده تشكيلتك واخد بالك، بس احنا الحمد لله محددين عدد اللعيبه اللي هم هيبقى عندهم قدره يتحولوا من الحاله الدفاعيه الهجوميه في ال 30 يارد الاخرانيه. طبعا مش هجازف، عدد اللعيبه هيبقى الى حد ما محدود، من 3 لـ4 لعيبه هم اللي هيبقوا منتشرين في ال 30 يارده الاخرانيه، بحيث لو اي حاجه اتقطعت هيبقى في وراهم حوائط صد تقدر انها تمنع الهجمات السريعه المرتده. عظيم.